الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية في هذا اليوم العظيم، يوم تخريج الدفعة الأولى من الخطباء المواطنين، نتقدم بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة التي لم تألو جهدا في دعم المواطنين في كافة المجالات، وننتهز هذه الفرصة لنتقدم لهذه الهيئة، هيئة الأوقاف الشؤون الإسلامية، على دعمها الجبار وعلى هذا البرنامج المثمر الذي أثمر بتخريج ثلة من المواطنين المؤهلين لتحمل هذه الأمانة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا ويعين إخواننا المسؤولين على أداء هذه الأمانة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير للبلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.